هنا في منفذ الوديعة تنتهي قصة لتبدأ أخرى. أنا في السعودية 45 سنة، العمر كله. العائدون بصورة نهائية إلى اليمن بعد أن حوشروا في زاوية مميتة، إما دفع مبالغ باهظة للخزينة السعودية أو العودة إلى بلد مزقته الحرب. نحن فقدنا أعمالنا وتركنا أعمالنا ولكن ورجعنا لليمن، واليمن مشاكل ولكن الأرزاق بيد الله. 8 سنوات في الغربة كنت أعمل جيدا، لكن لما جاءت أوضاع التأنيث والسعوذة الآن 5 شهور بلا عمل، اضطريت أخرج خرج نهائي. وضع اليمنيون بين القبول بالأعباء المالية المضافة عليهم رغم رواتبهم المتواضعة أو العودة إلى بلد مدمر يقف على مشارف المجاعة. كان الخيار صعبا. المرة الأولى التقينا بنائب وزير العمل السعودي، والمرة الأخرى مع وزير العمل السعودي نفسه، وطرحنا أن هذه الإجراءات في ظل الأوضاع اللي تعانيها اليمن تشكل نوع من أنواع الصعوبات الكبيرة. ربما الجاليات الأخرى لا تعاني باعتبار أنه بلادها ليس في ظل حرب أو ظل صراع، فباستطاعة المغترب اتخاذ الإجراء سواء بتعديل المهنة أو الاتجاه إلى إيش. الصعوبة هنا أنه لا يوجد مخرج إلا أنه يذهب للجحيم. معنا صعبة مرة اليمنيين كلهم، حتى في شغل ما شغل يرحمونك مرة، لكن في هذا لو بتشتغل حتى وك ممنوع، بتشتغل مسكوك وغرموك 20,000، يعني مبهذلين معنى الكلمة. فرضت علينا ضرائب إقامات، نشتغل الواحد يشتغل له ب2000 ريال، وراه كفيل، الكفيل يبغى له 500 ريال، يبغى له حق إقامة ويبغى له حق المهم الكفيل تشتغل أنت ب2000، 1000 ريال لعيالك مصروف و1000 ريال للكفيل. قرارات السعودة والتوطين والتأنيث وفرض الرسوم الجديدة للإقامات ضربة قاسية لليمنيين ضاعفت حجم الكارثة الإنسانية وتسببت بإيقاف أحد أهم روافد الدولة، التحويلات المالية. في هذه الفترة التي تعاني فيها البلد هذا الصراع أصبح هو المدخل الوحيد للعملة الأجنبية في ظل عدم قدرة الحكومة على تصدير النفط، وهذا هو الذي منع أو أدى لولا دور المغتربين وتحويلاتهم لكانت الأسواق في الجمهورية اليمنية خلال فترة 3 أو 4 سنوات معاك كانت فاضية، لا يوجد أي وسيلة لتوفير الدعم لإيش النقد الأجنبي إلا تحويلات المغتربين. وهذه قضايا طرحناها للقيادة السياسية بأنها بمثابة مس بالأمن القومي حتى لإيش لليمن في الوقت الحاضر. السعودية كانت قد أصدرت مجموعة من قرارات السعودة والتوطين، منها 12 نشاطا ومهنة تم قصر العمل فيها على السعوديين، آخرها في أواخر يناير 2018. المشكلة هي من الجانب الحكومي فقط، المشكلة هو التقصير من الجانب الحكومي، أنا أقول له تقصير من الجانب الحكومي أو عدم مبالاة. بالنسبة للإجراءات التي تتخذها السعودية هي إجراءات تخص بلدهم، يعني احنا ما نقدر تقول له يا اخي سوي لي كذا افعل لي كذا، هذه اجراءات تخص بلد له، قانون له، نظام له، دستور له، كيان له، شيء اجراءات له. لكن في ظل هذه الاوضاع المفروض من الحكومه اليمنيه انها تبذل قصارى جهدها من اجل الحصول على استثناءات في هذا الظرف الحساس. في 12 من مايو 2018 شكلت الحكومة اليمنية لجنة وزارية للتواصل مع الجانب السعودي حول تخفيف قيود قرار السعودة. أنا أقول للمواطن أن احنا بذلنا كل الجهود، حتى القيادة السياسية، الأخ الرئيس خاطب بشكل رسمي برسالة رسمية، الأخ النائب خاطب في أكثر من مناسبة بهذا الطرح،
أقدر أقول أن المشكلة التي يتكلم عليها الجانب المواطن اليمني أو المغتربي اليمني مطروحة في رسائل موجهة للإخوان في المملكة. السعوديون لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد. تتزايد شكاوى المغتربين اليمنيين نتيجة غياب فاعلية السفارة اليمنية في السعودية. إذا حكيت لك ما يمكن ما أقدر أغطي كل شيء. إذا بحكي لك بالمعاناة اليمنيين اللي في السعودية يمكن ما أقدر أغطيها كل شيء. أولا السفارة ما لنا أي فائدة منها، هذه واحدة أقول لك إياها. الميت يموت ولا لنا أي مراجع، ما لنا أي حد. الشرعية يعني في السعودية صراحة ما كان في أي اهتمام المغتربين. بالنسبة للمغتربين إحنا ما المفروض كانوا يستثنون في الأمور في القرارات هذه، في استثناءات لليمنيين، في ما قدموا شيء استثناءات من الجانب السعودي. مو كل شيء يشتكي المغتربين، أنا بقول لكم من كل شيء المغترب يشتكي. أقول لك صراحة إذا كان جاء هنا ما عندنا المنافذ هذه حقتنا مش يعني على حسب، وهناك في السعودية ما لنا أحد مراجع يراجع لنا فيها، ما لنا أحد مسؤولي إلا غير الله. هذه اللي احنا نتمناه من دولتنا أنها تقوم مع المواطنين بالصح. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحدث أمام البرلمان الأوروبي أن السعودية استقبلت أكثر من 1,000,000 لاجئ يمني وأمنت لهم الوظائف. هتف اليمنيون: لسنا لاجئين يا جبير. أثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي قال فيها إن بلاده استقبلت أكثر من 1,000,000 لاجئ يمني ومنحتهم وظائف. استقبلت السعودية 1,000,000 لاجئ يمني ووفرت لهم وظائف، هكذا عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة ألقاها في العاصمة البلجيكية بروكسل. هنبدأ اليوم إن شاء الله تطهير وتنظيف أحد أحياء المدينة المنورة لتوارد فيها بعض المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود. العمال اليمنيين اللي بيشكوا يعني بيتعبوا بيعتبروهم لاجئين، فأظن السعودية هي أوروبا، السعودية هي دولة يعني ليست موقعة على معاهدات للجوء، وفي أحسن حالاتها هي تعتبر الذين دخلوا بتأشيرات زيارة يعني كمسؤولين تعتبرهم أنهم يعني ضيوف لديها. اليمنيون في السعودية ليسوا لاجئين، والمملكة العربية السعودية أيضا ليست دولة لجوء، لأنها ببساطة غير موقعة على اتفاقية 54 المتعلقة باللاجئين وحقوقهم والامتيازات التي يحصلون عليها. رغم الخيارات المحدودة أمام اليمنيين في بلدهم، إلا أن التضييق عليهم دفع بالكثير منهم للعودة بأسرهم إلى البلد، والبلد باب مفتوح على المجهول. أين دولة عبد ربه؟ أين الشرعية؟ تام رعوا حبنا برحلنا من المملكة. شوف الأطفال، شوف الحريم. شوف العوائل. شوفوا. أنظروا. نحن في الباص الترحيل. أنظروا. شوفوا كم ضحايا من الناس. أين الدولة الشرعية؟ في الآونة الأخيرة هنالك كثير من الانتهاكات التي تم رصدها، خاصة المتعلقة بالترحيل، أيضا المتعلقة بحقوق الأبناء المهاجرين أو العاملين في المدارس، أيضا الرسوم الكبيرة التي فرضت عليهم وزادت من ضغوط عليهم داخل المملكة العربية السعودية. كانت الأزمة قد بدأت في 2013 بترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين بعد تحديثات قانون العمل السعودي، وتحديدا فيما يتعلق بالكفيل. المنظمة العمل الدولي قامت بالماسي في عام 2014
حاولت أنها تتعرف على أسباب خروج اليمنيين في عام 2014، فوجدت أن هناك أكثر من سبب لإخراج اليمنيين بذلك الشكل الغير قانوني أو الغير إنساني، وأصدرت تقرير كبير تقريبا 60 صفحة تحدثت عنه بشكل مفصل حول كيف تم التهجير هذا وكيف تم الإخراج لليمنيين من السعودية وما هي القوانين التي صدرت وسببت يعني مشقة على اليمنيين، وعن نوعية العامل اليمني اللي كان في السعودية ومستوى دخلهم. فأنا عندما قرأته كان تقريب صادم. في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي أدرج اليمن في 10 منظمات عاملة في إطار المجلس، منها منظمة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. تعد الدول الأعضاء فيها متساوية في الحقوق والواجبات كواحد من أبرز أهداف هذه العضوية. ما حدث مع العمالة اليمنية يعد في العرف الدبلوماسي مخالفا وانتهاكا لاتفاقية إقليمية، كونه لم يراعي حقوق أحد الأعضاء في هذا المجلس. كلها مقيمين وزاير، كلها هذا العنبر كامل مقيمين وزاير مجددين كلها تنام مجددين. قفزت القرارات إذن على الاتفاقيات والقواسم المشتركة بين البلدين وواحدية المصير.